الرعاية الصحية وضبط العدوى وجهوزية المشافي العامة بالخدمات الطبية محور الدورة التدريبية التي تقيمها وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة ميدير في اللاذقية. طبعا هي المعلومات المفروض موجودة عند الكوادر كلياتها، لأنه معظم الموجودين هنا رئيسات شعب تمريضية موجودة. من المهم التذكير والتأكيد على عملية ضبط العدوى واتخاذ وكافة وسائل الوقاية الشخصية للحد من انتقال العدوى بين العناصر وبين المرضى. صدر دليل جديد من الوزارة، دليل وقاية من ضبط العدوى، تحدث كان سابقا إصدار القديم الأول 2015، تحدث 2023 بالشهر 12، وبالتالي نحن اليوم كثير تطرقنا لهذا الدليل ومواضيعه، ومحاضراتنا كانت معظمها من ضمن هذا الدليل. منظومة الإسعاف متواجدة دائما بغرض تأدية الخدمات الإسعافية الأساسية في مرحلة ما قبل المشفى، وهذا بيتطلب من العناصر تدريب بشكل متواصل على الإجراءات بغية ضبط العدوى في هذه المرحلة. محاضرتي بتختص بالترصد الإنتاني، خصوصا الإنتانات العدوى المكتسبة داخل المشافي. طبعا نحن هون مشان تدريب الكادر الصحي والتمريضي بالمشافي لرفع سوية العمل، والغاية الأساسية منها كمان تحسين الخدمة الطبية والإجراءات الطبية المقدمة للمريض. ضبط العدوى عنا أنه نحن نلتزم بالكمامات، نلتزم بالقفازات، الوسائل الحماية الشخصية، بالماسكات، بالكاونات، ونحن كثير نتعرض لشغلات، يعني لأنه نحن أول ما نستقبل المريض. ضبط العدوى والجودة اللي بتتقدم بالخدمات الطبية هي أساس العمل الصحي، عرفتي كيف؟ فهيك نحن دائما بنطور مهارات الآخرين مقدمي الخدمة بشكل دوري. عم تصير هيدي الدورات ونستفاد منها نحن ككوادر طبية وككوادر صحية وإدارية. هاي الدورة أكيد مهمة بالنسبة لنا مشان نزيد الوعي والتعامل مع المرضى بمهنية عالية وتقنية أعلى. التثقيف الصحي مسؤولية كبيرة لدعم المشافي العامة بالكوادر الطبية المدربة وحماية المرضى.